الجعدان المهجنات الأصايل من أشواط التميز أشواط النخبة اللي تنطلق أيضا بتحديات هذا الشوط في مسافة 6 كيلومترات. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع صدارة هذا الشوط، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرهني أيضا الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع المقدمة والصدارة. نتابع البداية وأرى الحساس من قاد المجموعة لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، ومع المركز الثاني رياض المبارك بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري. ننطلق مع المركز الثالث كي أرى التحديات من الباز لعلي بن راشد بن محمد الزبداني المري. الدور دور المركز الرابع ورابع التحديات للطام لعبد الله بن سلطان بن علي بن سلطان الاجتبي. ننطلق مع المركز الخامس كي أرى شاهين لسالم بن علي بن راشد الغيلاني، ومع المركز السادس من الجانب الآخر أرى هناك أيضا التسلل من اليذاب لعلي بن هزيم بن محمد المسافري من بدأ يتسلل مع المركز السادس. وسابعا القدوم من الماركة بشعار راشد بن خميس الغويز السويدي. ننطلق مع المركز الثامن وثامن التحديات أرى القدوم والتسلل أيضا من لطام، أو أرى التسلل في هذه اللحظات والانطلاق. مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع الذيب للذيب بن علي بن سالم الربيعي المنصوري، ومع المركز التاسع أرهني كاسترو راشد بن جعفر بن مرخان من أعلن انطلاقة كاسترو مع المركز التاسع وعاشر التحديات. نتابع هني ايضا التسلل من يماشي لراشد بن عبيد بن سالمين المنصوري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الاولى، ولكن لنا عودة مع الصدارة. نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع الصدارة، نتابع البداية في أشواط التميز أشواط النخبة. نتابع المقدمة وأرى هناك الحساس، أرى الحساس على رأس الحربة يقود المجموعة، يندفع بناموس هذا الشوط لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري. من يتابع انطلاقة الحساس على المقدمة يلي مع المركز الثاني. أرى التحديات أيضا القدوم والتسلل في هذه اللحظات. نتابع الباز لعلي بن راشد بن محمد الزبداني المري، ومع المركز الثالث التحديات أرى التسلل من شاهين للسالم بن علي بن راشد الغيلاني من ينطلق مع المركز الثالث ورابع التحديات. أرى هني أرى انطلاق الماركة مع المركز الرابع لراشد بن خميس الغويس السويدي من أعلن هذا التحدي، ومع المركز الرابع القدوم التسلل في هذه اللحظات. نتابع انطلاقة الذيب من بدأ يتسلل مع المركز الخامس الذيب، وبالشعار الذيب بن علي بن سالم الربيعي المنصوري، والقدوم أيضا التحديات من الذيب الآخر لضحي بن علي بن صياح المنصوري. ينطلق مع المركز السادس، سابع التحديات القدوم من اليذاب لعلي بن هزي بن محمد المسافري، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثامن لطام لعبد الله بن سلطان بن علي بن سلطان الاكتبي، ومع المركز التاسع أرى التحديات من كاسترو راشد بن جعفر بن سهيب بن مرخان. من يتابع انطلاقة كاسترو اللي بدأ يتسلل بدأ يناضل في هذه اللحظات من أجل الناموس. كاسترو مع المركز التاسع وعاشر التحديات أرى التسلل في هذه اللحظات. نتابع الانطلاقة المثير. يا سلام التحديات رائعة. هاملون لسالم بسعيد بالزبنة العفاري من بدأ يتسلل مع المركز العاشر. هذه النتيجة
ندانا الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى، ولكن لنا عودة مع الصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، والحساس الحساس على رأس الحربة يقود هذه الجموع، وسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري من يتابع انطلاقة الحساس المركز الثاني شاهين لسالم بن علي بن راشد الغيلاني، ولكن أرد تسلل من الباز لعلي بن راشد بن محمد الزبداني المري من ينطلق أيضا مع المركز الثالث ورابع التحديات، القدوم من الذيب، التسلل من الذيب بالشعار أيضا الذيب بن علي بن سالم الربيعي المنصوري، ولكن من الجانب الآخر مع المركز الخامس أرى انطلاق أيضا ماركة من بدأ يتسلل في هذه اللحظات، وراشب الخميس الغويس السويدي، ولكن القدوم والتحديات الرائعة، نتابع مقبول من بدأ يتسلل في هذه اللحظات لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي، ولكن نعود مع الصدارة، نتابع البداية، نعود بالصدارة، نتابع البداية، نتابع مقدمة هذا الشوط، يا سلام، والحساس على رأس الحربة منذ البداية يقود المجموعة، ينطلق بناموس هذا الشوط بهذا الشعار، شعار سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، ولكن أرى الذيب بدأ يتسلل الذيب وبهذا الشعار، شعار ذيب بن علي بن سالم الربيع المنصوري مقبول مع المركز الثالث لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي، ومع المركز الرابع ولكن التسلل من سلهود لحمد بن متعب بن حمد العامري، ومن الجانب الآخر يا سلام التحديات من مشهور لحسين بن علي بن حسين بالسيقان المري من بدأ ينطلق أيضا بأول ندى، ولكن نعود مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نعود بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، ولكن أرى هني سلهود لحمد بن متعب بن حمد العامري، ولكن أرى الشعار بوعلي بدأ يتسلل في هذه اللحظات، يا سلام، التسلل يا سلام من المشهور لحسين بن علي بن حسين بالسيقان المري، بدأ يتسلل في هذه اللحظات، والقدوم من مهاوش لمحمد بن دحر العامري، ومع المركز الرابع مقبول لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي، الكوكب الرباعية على مقدمة هذا الشوط، ولكن أرى سلهود على رأس الحربة، سلهود والتحديات من مهاوش وسلهود، سلهود ومهاوش، ولكن مهاوش بدأ يهاوش ويناوش المقدمة، وسلهود صامد على المقدمة، حمد بن متعب بن حمد العامري ينطلق مع سلهود، مهاوش يحاول بالشعار محمد بن دحروي العامري، ولكن سلهود قفل على مجريات هذا الشوط، سلام يسات تحية واحترام مع الأداء المتميز اللي قدمه سلهود، بدأ ينفرد بناموس هذا الشوط، تهانين لحمد بن متعب بن حمد العامري على فوز سلهود بالمركز الأول، المركز الثاني مهاوش لمحمد بن دحروي العامري، المركز الثالث يصل في شاهين حمد بن حمد بن قعيس بن دحبج المري، والمركز الرابع التحديات من الرياض المبارك بن راشد بن ذهلاب، المركز الخامس مقبول لسعيد بن مطر الرميثي، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى، نعود بالتوقيت الزمني لحظات وصول سلهود إلى خط النهاية، يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق، هذه لحظات الوصول 24 ثانية 5 أجزاء من الثانية، تهانينا لحمد بن متعب بن حمد العامري على فوز سلهود بالمركز الأول، بينما اللي وصل مع المركز الثاني مهاوش لمحمد بن دحروي العامري يقطع مسافة 6 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق 25 ثانية 3 أجزاء من الثانية، واللي وصل مع المركز الثالث
هذه لحظات وصول المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام. التحديات ايضا من شاهين، 9 دقائق 27 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لحمد بن محمد بن قعيس بن دحبج المري، تهانينا للجميع والناموس.